السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب ليوم الأربعاء 18/10/2023 من قناة أنا وحياتي فضلا وليس أمرا. أتمنى دعمكم باشتراك ولايك. افرحوا، الذهب انهار فعلا، في انخفاض في سعر الذهب، يعني اللي عاوز يشتري يشتري قبل التعويم. جنيه الذهب سعره 18680 جنيه النهاردة، بانخفاض عن امبارح طبعا. سجل العيار 18001 جنيه، ثبات في سعر الذهب. العيار 18، عيار 21 سجل 2335 جنيه، عيار 24 سجل 2696 جنيه، برضو بانخفاض عن امبارح. زي ما بقول لحضراتكم، في هدنة او في استقرار في سعر الذهب هذا الاسبوع، لكن لو حصل تعويم طبعا اسعار الذهب هترتفع مع التعويم. بشكر حضراتكم جدا دايما كونكم في قناتي انا وحياتي، شرف كبير لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.